حياكم الله، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حديث العراق. بعد يوم واحد فقط من طلب وزير الخارجيه الامريكيه من العراق ان يكون عاملا في ضبط اوضاع المنطقه، قاعده عين الاسد في الانبار تعرضت الى قصف بصواريخ ادت الى اصابه ما لا يقل عن 5 جنود امريكان، فيما تجري القوات الامريكيه المتواجده في القاعده تقييما للأضرار. وزير الدفاع الأمريكي باتصال مع وزير خارجية الكيان الصهيوني أو وزير دفاع الكيان الصهيوني اعتبر هذا القصف تصعيدا خطيرا فيما تبنت فصائل المقاومة العراقية هذا الهجوم. أما العمليات المشتركة فاعتبرت ما حصل اعتداء على قاعدة تضم مستشارين أمريكان، وعبرت عن عدم قبولها بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق. هذا الهجوم جاء رداً على القصف الأمريكي على هجوم سابق نفذته القوات الأمريكية على قوات عراقية من الحشد الشعبي في بابل. فهل يستمر السجال في ظل وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية؟ وهل تكتفي الحكومة بوصف الأحداث في بياناتها الأمنية أم أنها تحاول السيطرة على الأوضاع دون جدوى؟ رحب بكم وبضيوفي الفريق، الركن عبد الكريم خلف الخبير الأمني، وكذلك الأستاذ عبد الرحمن الجزائري عضو القسم الوطني من دولة القانون، وكذلك الأستاذ وفاء محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم، حياك الله سيادة الفريق. مرحبا. البارحة الهجوم اللي صار البارحة على قاعدة عين الأسد أعلنوا الأمريكان أن عندهم جرحى، الهجومات السابقة لم يعلنوا أنه عندهم جرحى، هل اختلف هذا الهجوم عن السابقات؟ شكرا جزيلا، تحية لسيد عبد الرحمن الأخ وفاء وحضرتك ومشاهديك، حياك الله. الحقيقة الهجوم يوم أمس يعني كان هذا سبب أمريكي أولا، يعني سبب أمريكا، الأمريكان حشروا العراق رغم أنفه في هذه القضية وتحرشوا بالحشد الشعبي واستشهد عندنا سبعة من أبنائنا في ضربة غادرة ليس لها علاقة بالتفاصيل التي ذكرت أصلا في البيان الأمريكي اللي يتحدث عن هناك إعداد لهجوم يتم إعداده في منطقة بابل. بابل يعني تبعد عن قاعدة عين الأسد أكثر من 800 كيلو، ولو تريد فصائل المقاومة تستهدف القاعدة هناك أماكن عديدة، هذا انفتاح لقوة رسمية موجودة في بابل منذ سنين يعني في هذا المكان، واستهدفوها للمرة السابعة هذا المكان يعني الأمريكان. لهذا ليش حشروا العراق؟ هو كان الضربة كانت متزامنة ما بين لبنان وإيران والعراق تقريبا بأوقات متقاربة، يعني بعد استشهاد هنية وأيضا سيد فؤاد في بيروت كانت هذه الضربة في داخل العراق. تمام. والغاية منها كان هو يعني نوع من توزيع يعني هذا المشهد على أكثر من مكان، حتى تكون يعني قضية العملية اللي صارت في طهران يعني الأنظار لها أقل، ووسائل الإعلام تتشتت ما بين 3 مواقع، رئيس أركان حزب الله في بيروت وهذه الضربة اللي استهدفت عدد كبير من المقاتلين، دوريتين تم قتلهم بالكامل، وقضية هنية. لهذا يعني هذه الضربة كان لابد منها، وبالتأكيد فصائل المقاومة يعني عندما تثأر لحدث يحصل في العراق عن طريق ما يسمى بالمستشارين هذا أمر مؤكد، هو رد يعني كان يتوقعه الجميع، يعني لا يمكن لفصائل المقاومة أن تصمت بعد هذه الجريمة الحقيقة التي تمت على الأراضي العراقية وفي منطقة في وسط العراق قرب بغداد. زين، الجرحى اللي أعلنوا عنهم
يعني اليوم هم خمسة فقط؟ خمسة نعم، واحد جروحه خطيرة وأعتقد يعني فارق الحياة أحدهم. أها يعني وجود قتلى عند الجيش الأمريكي. نعم واحد واحد. وهناك أيضا إصابات، إصابة أو إصابتين ليست سهلة يعني، يعني بها مستوى عالي من الخطورة. هذا الحدث الحقيقة يعني شفنا اليوم بايدن ونائبته ومجلس الأمن القومي عندما اجتمع لمحوا إلى أن هناك سيكون رد. أنا باعتقادي في هذا التوقيت الأمريكان لا يستطيعون الرد، لأن المنطقة الآن هم يسعون للتهدئة بسبب أن إيران استكملت كل الوسائل في قضية نشر منصات الإطلاق والمسيرات والصواريخ، وربما يعني ستكون هناك مفاجآت في الهجوم القادم على الكيان وأيضا حزب الله، وبالتأكيد ستكون المقاومة العراقية حاضرة في هذا يعني الميدان وستشارك فيه بالتأكيد يعني مع اليمنيين الذين تعرض ميناءهم إلى دمار كبير في الضربة الصهيونية الأمريكية البريطانية اللي كانت مساعدة هؤلاء يعني، وأوصلوا الطائرات إلى مكان واستهدفوا الحديدة. هم يقومون بكل شيء ولا يريدون من الآخرين أن يردوا، وعندما تتمكن أو تتضافر الجهود والإمكانيات والقدرات بأنها في قراءة سريعة ستستهدف هؤلاء وتؤذي هذا الكيان يعني الغرب بكامله يقف على رجل واحدة ويدافع عن الكيان بكل الوسائل ويسعى بالوسائل الدبلوماسية. أين كانت الوسائل الدبلوماسية قبل هذه الأفعال والمجازر التي ارتكبت أمام أعين الناس في كل العالم في غزة مثلا؟ طبعا أنا سؤال كان أنه في العمليات السابقة لم يعلن عن جريح أو قتيل أو كذا، في هذه العملية رغم يعني كأنما هي بسيطة أو تشبه العمليات السابقة وقعوا جرحى، وقلت حضرتك أنه أكو قتيل عند الأمريكا. نعم. بماذا اختلفت يعني؟ هو لم تختلف بشيء، ولكن الأمريكان الآن يعني هم في انتخابات، إخفاء المعلومات ليس من مصلحة أحد. ها يعني في السابق كانوا يخفون معلومات؟ في معظمها نعم. والآن بايدن يعني ليس له يعني الانتخابات لا تؤثر في شخص بايدن، ولكن تأثر في الحزب الديمقراطي اللي مرشحته هاريس. لهذا أعتقد المعلومات يعني ستسرب بكل الأحوال، لأن المنافس اللي هو أيضا ترامب يتم يعني وضع بإحاطة أمنية كل أسبوع. وبالتأكيد هذه المعلومات ستعرض على ترامب، وترامب معروف بتسريب. تمام سيد عبد الرحمن حياك الله. يعني بدأت الأحداث عندنا، نقدر نقول بدأت، لو بعد هذا فقط رد بسيط ممكن يجي أكثر من عنده بعد الأيام الجاية. أكيد. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وجزء التحية لقناتكم الكريمة قناة الأيام الفضائية وللفريق المتقاعد الفريق عبد الكريم وضيفك عبر سكايب أستاذ وفاء. أنا بس أكو يعني حقيقة فالجملة هذه أريد شوي أعقب عليها وأبدأ بسؤالك الكريم. حشر العراق أليس العراق في المنطقة ضمن الاحتلال الأمريكي هو جزء لا يتجزأ من عملية اليوم الصراع السياسي العسكري مع أمريكا؟ العراق داخل بالصراع، ما يحتاج نحشره إحنا، ولا هذه أول مرة تضرب وتطلق اليوم الطائرات المسيرة الأمريكية على قوات الحشد. زين. إحنا لدينا اليوم كانت أكو هدنة، وهذه الهدنة تبنى مشروعها حكومة السيد السوداني، لكن ما مطلع عليها الشعب العراقي بصورة عامة يعني بالتالي. زين. هذه الهدنة انتهت قبل أيام. شو وقت انتهت يعني وقتها انتهى الوقت مالها بعد لو انكسرت. لا هي يعني ما صار اتفاق بالتالي. الأمريكان لن يلتزموا، وهذا ما بلغ به حكومة السيد السوداني على لسان حكومة السوداني اللي قضية التواجد الأمريكي والإدارة الأمريكية يعني بلغ من السوداني. وضح لي بلغ من السوداني هنالك كان أكو هدنة. زين. هذه الهدنة في شهر السابع كانت في تموز، لكن هذه الهدنة لم تلتزم بها القوات الأمريكية، وبالتالي تعرضت قوات الحشد في منطقة جرف النصر إلى الاعتداء من قوات الأمريكية. تمام. بالتالي لكل رد فعل فعل. الآن اليوم أكو مقاومة عندك اليوم، وهذه المقاومة تمتلك اليوم صواريخ وتمتلك ما تمتلك. زين، هل بالإمكان أن ترد؟ نعم ترد. الرد كان يعني من منطقة حديثة. انتهت الهدنة بقصف بابل؟ أبدا. ربما أنا أتوقع يعني هسه هذا مو إجزاما، ولا أنا متحدث باسم المقاومة بالتالي، لكن أنا اليوم أقرأ بيانات اليوم المقاومة، هنالك لربما في الأيام القادمة هنالك تصعيد ليس له علاقة بقضية موضوع الجمهورية الإسلامية وموضوع حنية وموضوع الاشتباكات في حزب الله والتهديد.
هذا ما له علاقة. احنا نتحدث عن أرض عراقية اليوم، الأرض العراقية والمقاومة مستعدة اليوم لإطلاق الأهداف. الأهداف كالآتي: قاعدة عين الأسد، قاعدة الحريري في منطقة أربيل، وأيضا السفارة الأمريكية والسفارات، نعم وأنا مسؤول عن هذا الكلام، السفارات المشتركة بضرب اليوم الحشد في العراق ومشتركة مع أمريكا. نعم هذا بالتالي يعني السفارات يعني أيضا من ضمن الأهداف اللي ممكن تنظره. نتحدث بالعمق الآن. لا لا سيد عبد الرحمن، أنت قبل شهر اسمح لي قبل شهر أنت عندك مطاعم مجرد ملوحة بقضية اليوم الاسم الأمريكي هي تعرضت ما يخالف. يعني هذا البنك الأهداف القادمة للمقاومة راح يتضمن السفارة الأمريكية والسفارات الداعمة لها مثل أي سفارة؟ هسه أنا ما عندي بالضبط، قلت لك أنا مو متحدث باسم المقاومة، بس معلومة يعني المعلومة مثلا يعني السفارة البريطانية مثلا زين شريكة الأمريكان ليس اليوم محتهم بالعراق، اليوم هنالك قوات تحالف. يعني اليوم أكو تصريح من فرنسا اليوم سنشارك إذا تعرضت القوات الأمريكية أو الإسرائيلية للكيان الصهيوني بأي اعتداء من الجمهورية، مو هذا جانب. عندك اليوم المشاركين بالمعركة، اليوم صرح الملك عبد الله أعتقد ملك الأردن لن نقبل في أرضنا سماءنا أي صاروخ ضمن اليوم رقعة الجغرافية التي ستطلق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. زين. اليوم مصر أيضا تناور بقضية اليوم هذا الموضوع. هذا الموضوع كله تخارج أطر اليوم المقاومة الإسلامية في العراق. أنا أتحدث عن الضربة اللي وقعت في عين الأسد. هذه الضربة طبعاً الأمريكان أعلنوا أنه الصواريخ طبعاً انطلقت من سيارات أو عجلات يعني محمولة كالطنين بيكمات من منطقة حديثة مصورة من بينها واضحة هسه واضحة لا هو مصورينها طبعاً والمقاومة بثعت أعتقد تصوير منها وأعتقد هم خمسة ووضح الفريق عبد الكريم بقضية موضوع أنه أكو أحد الأشخاص أعتقد انتقل يعني توفى يمكن حسب المعلومات. فبالتالي اليوم المقاومة الإسلامية بعد الهدنة وبعد الاتفاق مع الحكومة السودانية على نص واضح أننا ليس اليوم الهدنة اليوم معرضة كل القواعد الأمريكية في العراق وأيضا معرضة اليوم السفارة الأمريكية. تمام أستاذ وفاء حياك الله. حياكم الله جميعا. حسب ما يقوله السيد عبد الرحمن فقاعدة حرير معرضة للقصف في أي لحظة، شنو موقفكم أكيد في حكومة إقليم كردستان؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك للضيوف الكرام وجميع مشاهدين الحزيز. طبعا اليوم احنا نلاحظ اكو تطور ايجابي من قبل الحكومة العراقية اتجاه هذا القصف المتبادل. يعني لا تنسى البيان هذا احنا نعتبر بيان تطور جديد لقيادة العمليات المشتركة. هذا البيان هو موقف الرسمي للحكومة العراقية، وهذا شيء جديد بمعنى هو ان الحكومة العراقية تقول للأمريكان ولجميع الدول الإيرانية أنا الذي سوف أضبط الأمن وماكو داعي للرد الأمريكي. هذا البيان هو يعني أنا أعتقد يقلل من الرد الأمريكي، لأن البيان وصف القاعدة بأنها قاعدة عراقية وليست قاعدة أمريكية. لا يعني تنسى عندما نتكلم عن قواعد موجودة حرير كانت قاعدة بلد الجوية سيد وفاء، يعني هذا اللي يقصف القاعدة ويقتل منها جنود هذا ما يهتم بالرد وين يوقع وين كذا، فما مهتم به. فالرد والمارد يعني يقول لك احنا مشاريع استشهاد وهي عقيدتنا وخلص، هذا ما يهتم لأنه سيكون الرد لا سامح الله يروح والشهداء يعني ما لهم أي إيد بهذا الموضوع. ولهذا اليوم هذا البيان أكد على شيء: أولا الحكومة العراقية قالت سوف نلقي القبض عليهم ونقدم للقتال، وسمي هذا بالاعتداء. هي الحكومة تقول هذا اعتداء ولن نسمح لأي من المتهورين، شوف كل هذه الوصفات، بأن يستخدم الساحة العراقية للتصفيات الحسابية. هذا التطور إيجابي من الحكومة العراقية وهو الوعد الذي اتخذه شنو لا بس شنو التطور الإيجابي إذا تسمي الناس اللي يقاومون وجود الأمريكان بالتهور؟ أولا نحن دولة دولة منظمة، لدينا جيش عراقي ولدينا مؤسسات، الدولة هي التي يجب أن تقول هل هذا الأمريكان محتلين أم غير محتلين. وجود 2500 جندي عنصر أمريكي من المستشارين ومن المدربين باتفاق عراقي بقواعد عراقية من ضمن الخطة الاستراتيجية الأمنية العراقية، هذا ليس احتلال. كانوا قبل 150 ألف، هسه 2500 واحد
وهذا ما سماه القائد العام، قال هؤلاء مستشارين ضمن التحالف الدولي وضمن الاتفاق الاستراتيجي مع العراق. اذا هذا مو كلام الان مزكي. نحن دقيقه نمشي بالطريق الصحيح. هو القاء القبض كل يوم يطلع لنا التسميات والله الثوريين، هسه طالع لنا والله نحن الثوريين، نحن المجاهدين. يا اخي اي اسم تسمي انت يجب ان يكون ضمن السياسه الدوله العراقيه. يا اخي ذاك اليوم الامريكان ذاك يعني بس اسمعني بس محمد الشاع، انت منو انت تنطي مولد سيد محمد الشاع السوداني؟ تمام بس سيد محمد بس هو رئيس، هو رئيس الحكومه. تمام رئيس الحكومه شنو سوى لهم؟ رئيس الحكومه شنو سوى لهم ذاك اليوم لما انقصفوا ابنائنا ببابل واستشهدت عندنا زلم؟ شنو يعني؟ زين انت ليش ما تحكي عن ذولا؟ ليش ما تحكي عن ذولا؟ تحكي عن ذولا الامريكان؟ انت هسه محترق قلبك على الامريكان ما محترق قلبك على العراقيين؟ حبيبي لا حبيبي انا قاعد احكي لك على بيان القائد عن القوات المسلحه، بيان عراقي. انا قاعد احكي لك على بيان، هذا البيان موجود يمي. هذا الاعتداء. لا احكي لي عن هاي، احكي لي عن هاي، لا يحترق قلبك على الامريكان، ذولا اولاد جلدتك، اولاد بلدك. وطبعا بيان حبيبي انا قاعد احكي لك على بيان رسمي من الحكومه العراقيه. هاي يا ولد، اما هذا الاعتداء اللي صار على بابل احنا سميناه اعتداء ونددنا الاعتداء، ولكن الامريكان يقولون ان كان هناك قائد عسكري يمني واسمه اعتقد حسين مسرور اسمه. هذا القائد كان يحضر نفسه مسيرات. هذا ما صرح بيان، واللي حد الان الحكومه العراقيه او اي شيء من المقاومه لم يكذبوا هذا التصريح الامريكي. هل صحيح هناك قائد حوثي من انصار الله الحوثيين كان في باب متواجد صناع المسيرات ليضرب؟ هذا ما قاله الامريكان لانه كانوا مقصدين هذا القائد. لا انت 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 بس اسمح لي، بس اسمح لي، تزامنت بس اسمح لي، اسمح لي استاذ وفاء، استاذ وفاء، وفي العراق وفي ايران. تمام، انت ايش عندك حاط الامريكان بصفك باربيل وبعين ما الاسد؟ ما حاطهم بصفك وحاميهم انت تريد المشاكل؟ بس اسمح لي خليك، انا قاعد اتحدث بلسان اخر يعني مو لساني، انا قاعد اسال كصحفي، انقل لك هذه التساؤلات. ايش عندك حاط الامريكان بصفك؟ انت على مود يحمونك، انت مصالحك ماشيه بدون الامريكا، هم بواشنطن وحامينك، بعد من حاطهم هنا بصفك؟ اولا اللي حاط الامريكان هم الحكومه العراقيه باتفاق مع الحكومه العراقيه موجودين في حرير، والدليل عندما انسحبوا في 2009 بقرار الحكومه العراقيه انسحبوا من كل الاراضي العراقيه، ولكن عندما طلبت الحكومه العراقيه في 2014 بان يرجعوا رجعوا الحرير، والان اذا هم طلعوا من العراق ايضا راح يرجعوا من الحرير. اذا وجودهم في حرير بموافقه الحكومه العراقيه. خليك اكشف لك شيء ما اعرف تدري بيها او ما تدري بيها. اكشف. تمام، بالمفاوضات اللي تحدثوا بها الوفد العراقي مع الوفد الامريكي حول الانسحاب، قالوا لهم احنا ما ننسحب، احنا ننسحب من قاعده عين الاسد بس نروح الحرير. ليش؟ لانه مقبوليتنا عند الاخوه الاكراد عاليه جدا، وتصريحاتهم يوميه يصيحون احنا نريد الامريكان يجون يمنا، احنا نريد الامريكان ما يطلعون، احنا نريد بافل منا قاعد وياهم يشكرهم ويبوس بيهم، منا مسرور وما يتحاضن وياهم، منا ما اعرف ايش، ومنا قتل ابناء اخوانكم هنا. الامريكان مقبولين من قبل الحكومه العراقيه ومن قبل كثير من الجهات العراقيه. نعم، والمكون الكردي والمكون السني لم يصوتوا لخروج القوات الامريكيه عندما اعلن في 2020، هذا صحيح هذا الكلام. لسبب واحد لانه التواجد الامريكي كان لبعض الاسباب، وخاصه احنا نعرف شنو التواجد الامريكي ومن هو الاتهام الامريكان، وبصراحه لحد الان اكو تحالف بين الامريكان وبين الحكومه العراقيه. اذا الامريكان ان كانوا اعداء خل يلغي الحكومه العراقيه جميع الاتفاقات الامنيه وياهم، يقولون انتم اعداء، ولهذا احنا نعتبر الاسرائيليين اعداء ولكن لا نعتبر الامريكان اعداء. انتم ما تعتبرون الاسرائيليين اعداء وما تعتبرون الامريكان اعداء؟ اعتراف واضح. الاسرائيليين اعداء انه وحاربناهم وان فخر. ما هي اسرائيل امريكا وامريكا اسرائيل. شنو الفرق يعني؟ شنو الفرق؟ امريكا هي متبنية اسرائيل. هذا دقيق. الفرق ان الامريكان جاءوا بطلب الحكومه العراقيه وشاركوا في حرب الارهاب ضد داعش، وايضا هم الذين قضوا على اقدر طاغيه اللي هي صدام حسين، ولكن اسرائيل كانوا دائما مغتصبين وكانوا دائما. لولا موقفكم لولا موقفكم انتم الكتل السياسيه السنيه لما بقي امريكا على الاراضي العراقيه. لا شنو هذا الموضوع يعني؟ اسالك سؤال،
هل ان الامريكان اعداء للحكومه العراقيه ام هم متحالفين؟ والله اداء الشعوب كلها شلون الحكومه هو اكو شعب بالعالم يحب الامريكان غير جماعتك؟ انت بس فهمني اكو شعب بالعالم يحب الامريكان؟ جماعتك ومحمد بن سلمان وفلان ما ادري هو صح لو لا؟ والله عيد السؤال عيد السؤال اكو شعب بالعالم يحب الامريكان؟ انا وانا اسالك سؤال اكو مكان اكو 55 دولة بالعالم يتواجد بها من 5000 الى 10000 امريكي أيه. واذا تيت كل اسامي الدول راح اجيب لك طبعا غصبا على الانظمه من الكويت من قطر جبانه انظمه جبانه انظمه ما تحترم نفسها انظمه جبانه ما تحترم نفسها هذا صحيح ولا انظمه جبانه ما تحترم نفسها ما يقولون محتلين يقولون باتفاق دولي جوي تمام يعني يقولون احنا متفقين على الحكومه هذا اتفاق حكومي يلا هسه ارجع لك واشلع قلبك تعال 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 يا اهلا بك يا اهلا سياده الفريق شنو توقعاتك قبل لا ادخل ارجع للملف مالتنا شنو توقعاتك بالنسبه للضربه الايرانيه القادمه يعني ممكن تكون قريبه يعني ممكن تكون اكملوا كل قضايا الانفتاح و يعني منصات الاطلاق والصواريخ والمسيرات في كل الجبهات تهيئت في مواقعها وتنتظر فقط الامر يعني زين انا اعتقد يعني كل شيء محضر الان كل شيء جاهز مجرد فقط يا زهراء وينتهي الموضوع بس يا زهراء ويدوس دقمه فقط السبب ليش تاخرت يعني لا بس توقعك متى انا اتوقع يعني على ابعد تقدير اليوم اي على ابعد تقدير يعني اليوم ليلا ليش ايه يعني هم الان من اكملوا منذ اليوم الثالث هم اكملوا كل شيء اه هذا التاخير كان مثل ما قال السيد حسن نصر الله جزء من العقاب هذا التاخير تعرف شد اعصاب وانهاك للدفاع الجوي وانهاك لقدرات الخصم في المراقبه وانهاك لهذا الطاقم الكبير اللي يعمل ليل نهار على مدار الساعة من أسبوع ولغاية الآن وصل إلى درجة يعني بها إجهاد كبير جدا يعني وسائل المراقبة ليست سهلة وسائل المراقبة قضايا تقنية ويحتاج لها مراقبة دائمة على مدار الساعة والدقيقة لا إخفال لأي هدف يتم شفنا اليوم التست اللي حصل عندما قام حزب الله بإرسال طائرة إلى منطقة نهارية وتمكن من إصابة الأهداف فيها إصابة مباشرة لأول مرة يعني منذ يعني لم يحصل هذا سابقا وتمكنت من إصابة أهدافها وأوقعت خسائر جسيمة بصفوف الصهاينة هذا يعني أن يعني ما سيحصل قريبا برغم وجود أجواء دبلوماسية ضاغطة لأطراف دولية عديدة لتخفيف شدة الضربة مقابل طبعا هناك كثير من المعطيات تقول ان ايران وصلتها عروض كثيره من الولايات المتحده ومن الغرب بهذا الاتجاه هو ميزان الان ميزان ما بين يعني الخرق اللي حصل في اهانه الجمهوريه الاسلاميه وهذا الخرق الامني اللي حصل وما بين العقاب الذي ينتظر والثمن الكبير الذي سيدفعه الصهاينه ونتنياهو شخصيا في هذا وما بين تنفيذ الضربة تمام العراقية الضربة ستحصل أه؟ ستحصل ولكن شدة الضربة يعتمد على ما يعني تقوم بتقييمه قيادات في إيران وقيادات المقاومة كيف ستكون شدة الضربة هذا فقط هو اللي أنا أعتقد أخر القضية تمام عراقيا هذا السجال اللي يجري عندنا وين راح نكون من بهذه الضربة سنشترك بأي طريقة سنشترك؟ طبعاً فصائل المقاومة لديها قدرات الآن جربت ضربة حيفا وضربت أم الرشراش إيلات وهناك أهداف على البحر وأهداف كثيرة ضربتها خلال الفترة الماضية زين يعني بحدود 120 هدف تقريباً داخل الكيان فقط من فصائل المقاومة تم ضرب لهذا أنا أعتقد يعني لا يمكن الفصائل المقاومة يعني تتجاوز هذا الشرف هذا يعتبر شرف كبير الآن زين أن هناك ضربة ثلاثية يعني أنصار الله رداً على الحديدة وحزب الله رداً على الشهيد رئيس أركانهم وقضية هنية من إيران مستحيل فصائل المقاومة العراقية ما راح تشترك لا تشترك في هذا ستقوم باختيار أهداف وستكون جزء من الرد وأيضاً حتى في غزة
يعني فصائل المقاومة في غزة وفي حتى الضفة الغربية سيكون هناك رد. هذا الرد ربما سيجعل من نتنياهو يعيد الكثير من حساباته، وهذه الغطرسة لكسر أنفه يجب أن يحصل. يعني لا يوجد رد، لا يوجد رد، ورد قادم ونعتقد خلال ساعات. تمام سيد عبد الرحمن، أنا أريد أرجع لهذا الحوار اللي صار بيني وبين أستاذ وفاء. نعم ترى عمي الكرد يقولوا لهم براحتكم تسوون سووا صوتوا صوتوا وسووا طلعوهم طلعوا، بس ربيعتك ما يريدون الأمريكان يطلعون. هسه ياهم ربيعتك ربيعتك الحكومة العراقية السودانية ما يريد يطلعهم، ما يريدهم يطلعون، الجزء من الإطار ما يريدهم يطلعون، طلعون بالإعلام وصاحوا إحنا ما نريد الأمريكان وإحنا كذا. اليوم ببياناتهم يقولون ذولا مستشارين، وينكم مستشارين؟ يعني أستاذ محمد، أولا موقف الحكومة واضح. نعم الحكومة عندها حوار كان بزيارة السيد السوداني إلى بايدن، لكن ما تمت، فقط كان موضوع اقتصادي لقضية المصرف الفيدرالي وغلق المصارف، وموضوع وضع المستشارين كمدربين بالاشتراك مع العمليات المشتركة بأن يكون فقط مستشارين اللي هم 2500. لكن أنا أعتقد لا، نفس السيد السوداني وحكومة السوداني لا يعلم ماذا تحت اليوم القواعد الموجودة. ما يدري؟ لا ما يعرف، مستحيل. السوداني ما يدري ايش يكتب القواعد؟ ابدا. ولا يقدر المستشارين يعني؟ ولا يقدر اليوم يزور اليوم يبحث ماذا اليوم الاعداد الحقيقيه والطائرات والتسليح ما موجود اليوم في قاعده. من اللي يمنعه؟ ما يقدر. من اللي يمنعه؟ يعني قاعده يسوي. لا احنا بلد محتل، احنا ليش يعني ما نتجرح هذه الكلمه؟ اسمعني، احنا نتحدث بالبيانات مالتهم، نتحدث بالسياده، واحنا مخترقين الاحتلال. البيانات مالتهم يقولون قاعده عراقيه، يعني قاعده عراقيه ما يقدرون يزورونها. قاعده عراقيه بالطابوقات، مو قاعده عراقيه بالاسلحه والتواجد الامريكي وقوات تحالف. قاعده امريكيه بطابوقاتها والأساور عراقية بطابوقاتها فقط، لا أكثر ولا أقل. ما يثبت اليوم هي قاعدة اليوم يمتلكها العراق ويتحكم بها. انطيني على طوال الحكومات، موس حكومة السوداني، ما قبل السوداني، الاتفاقية 2011، الاتفاقية 2014، الاتفاقيات الأخرى هسه الأخيرة كليتها مبرمة أنه الأمريكان ما يطلعون والأمريكان محتلين وانتهت القضية. وإذا إحنا اليوم اشتدينا على الأمريكان نعرض اليوم الشعب العراقي إلى عقوبات من المتحدة. ليش؟ قل لي ليش؟ لأنه الأمريكان جاوبوا خارجيا السيد السوداني وحكومة السيد السوداني لا نخرج إلا بقرار من الأمم المتحدة. ما دخلنا بقرار أمريكي، دخلنا بقرار متحدة، إحنا قوات تحالف. هاي منطقة اليوم بالتالي موجودين إحنا. أنت تيجي تقول لي والله القواعد عراقية، ويجي غيرك يقول لي قواعد عراقية، هذا مو منطق الكلام. أنا مو كلامي هذا أستاذ وفاي، أنا أقدر أدخل بيها. هاي البيانات الحكومية تقول بيان القادة هو اللي يقول لك، مو انا اقول بيان هذا بيان دبلوماسي استاذ وفاء، انت وانا نعرفه. مو انا اقول الحكومه ما يصير، احنا ما يصير وهم شعبنا، مو صحيح هذا الكلام يا حبيبي. الحكومه اخلص منك من الشعب، الحكومه اخلص منك من الشعب، مو انت اخلص، الحكومه اخلص منك. الحكومه شنو؟ الحكومه اخلص مني ومنك للشعب، الحكومه تعرف شو تسوي. واحنا منو شنو؟ احنا بعيدين عن الحكومه لو احنا جزء من الحكومه. استاذ وفاء احنا جزء من الحكومه، احنا وين يعني؟ ما تقول لي وين احنا؟ غرب الحكومه احنا. فشنو يعني الحكومه واحد والشعب واحد؟ لا ما تقول هذا، اقول لك البيان الحكومه هي اللي تقول قاعده عراقيه. قاعده عراقيه مو داق لك طابوقاتها بس. طبعا انتم بالنسبه لكم قاعده عراقيه على كل، انا بالنسبه لي وبالنسبه للمواطنين هي قاعده اليوم تمتلك وتسيطر عليها امريكا وقوات التحالف. وأنا من أقول لك ما تستطيع الحكومة العراقية، أنا ما تستطيع تدخل لهذه القاعدة وتعرف شكو بيها، ما تقدر. مو كل القاعدة، مو كل على كل. هسا هذا الجانب نتركه، إحنا ما نتحدث به. أنت تطرقت ويا أستاذ وفاء. ليش ما نتحدث به؟ وصل بال. لا مو هذا. شاهدت دا رئيس وزراء وما تقدر تطب لك قاعدة. لا. بلدك شو عليه من بعد؟ أنت أستاذ وفاء. عليهم. وأستاذ وفاء يقول لك إحنا معترفين بهم أصدقاء. بس خلي أقول لك شغلة. الأصدقاء. ذاك اليوم محللين أمنيين يقولون إحنا زرنا القاعدة ودخلنا بها. دكتور مو كلها. والسوداني ما يقدر يفوت بها. مو كلها. لا القاعدة نصفها ترى. القاعده نصف عراقي، نص عراقي ونص امريكي. نصف امريكي. لا النص الامريكي يقدرون يفوتون به. النصف الامريكي اكو. تحدث السيد الجزائري على قضيه الطائرات. لا يمكن فنيا تقنيا لاي طائره ان تدخل الاجواء العراقيه بدون علم الدفاع الجوي العراقي، لانها يعني الترددات تمنح من الدفاع الجوي. يعني ذن اللي قصفنا ولدنا يشوفوها ويعرفوها. العراقيين يشوفوها يدرون بها. ماخذات اذن من الحكومه؟ حتى لو ما ماخذت اذن المراصد تشوفها، يعني الرادارات تقيدها وتعرف من وين جتي وبيا مكان.
يعني يعني هسه مثلا واحد قاعد ويشوف لعبة طوبة بس اسمع يعني هسه اسرائيل ضربت بالعراق يعني دي يعطيها اذن جت ضربت وراح هذا معادي يعني هدف معادي جاء اخترق الاجواء تمام وسواش يعني العمليات المشتركة تعلم اليوم بضربة الجرف طبعا شافتهم فيه. يعني إذن وين بعد الحكومة من هذا الموضوع يا أستاذ وفاق؟ الحكومة سوت بيان أستاذ الجزائري سوت بيان أستاذ عبد الرحمن وبيان شديد اللهجة وكان بموقف ضد الأمريكان وقالوا راح نتخذ كل الإجراءات. شو يسوي الحكومة؟ الحكومة عندها أذرع الآن لإسقاط الطائرات؟ لا ما عندها طبعا ما نمتلك هذا الموضوع. هي موقفها عليها. كان شديد وقوي وواضح لكن احنا هسه نجي نحمل الحكومة أكثر مما تحتمل. هو اللي يجري الآن هل هو نتيجة فشل الحكومة بالعشرين بالقوة التشريعية بس بإخراجهم بعد بس اسمح أنا بعديش أتعامل يوم كأصدقاء بس خلي أكمل الفكرة فضل. هو نتيجة تراكمات وإهمال الجيش العراقي وبعض إمكانياته وقدراته من 2005 ولحد الآن كل الحكومات أهملت الدفاع الجوي كل الحكومات أهملت القوة الجوية ما يتحملها السوداني الآن يجي أنا ما أخليها في حقيبة السوداني ولكن مسؤول اليوم هو القائد العام وهو المفاوض هو الآن هو الآن مصر السوداني مضى عليها سنة هو الآن مصر على إخراج القوات خارج البلد هو مصر وهذا الموقف بلغ ما تلتزم أمريكا بلغ وزير طب مكانه شو تسوي ما تلتزم أنا بمكانه؟ لا خو بالتالي أنا ما أتعاون وأعتبرها اليوم قوات صديقة وأبقي اليوم المستشارين وما شابه ذلك أبدا زي. وإذا ما صار إجماع أكو عندك مشكلة بالإجماع بالداخل إجماع سياسي الإجماع هو اللي يتحدث به أستاذ وفاء يقول لك هم أصدقاء الحكومة تعتبر الأمريكان قوات صديقة ولديهم مستشارين ويدربون الطيارين العراقيين في قاعدة بلد الجوية الحكومة لا تعتبر القوات الحكومة قوات الأمريكا محتلين هذا للتصحيح مو معتدي على قوات الحشد المرتبطة بالقائد لا العام لا انا اقول لك الحكومة موقف الحكومة ما تعتبرها انت بس فرزن ما جاي تفرزن ما جاي تفرزن انت جاي تخلي الحكومة وحد وقضية الحشد وحد الحشد هيئة مستقلة ويا رئيس الوزراء عمي ما لها علاقة لا بمقاومة ولا لها علاقة بغير وضع فرزن مرتبطة بالقائد العام يعني جاي يضربون القائد العام جاي يضربون سيادة العراق وانت تقول لي صديقة اي صديقة هاي على كيفك لا صيح ما اعرف يعني انت شلون جاي تتحدث الحكومة ذكية الحكومة لا تريد العراق ان تكون تصفية حسابات على ارضه وما تريد الامريكان يردون وهذا البيان لاجل والامريكان جاي تضرب يا استاذ وفاء الله ونطي الشهداء هو هذا البيان من هذا الموضوع استاذ وفاء استاذ وفاء استاذ وفاء يوميه شهداء جاي تسقط دماء عراقيه مو دماء عراقيه الامريكان ارتكبوا الامريكان جاي يضربون دماء عراقيه دماء عراقيه يضربون ابن عمك ويضربوك باكر يجب ان نمنع هذا شلون نمنعه شلون نطين الحل انت انا وياك خلنا نطين الحل نحن عراقيين لو مو عراقيين انا اعطيك الحل يلا الحل عندنا قرار برلمان العراق 2020 طرد جميع القوات الاجنبيه المتواجده رغم ان هذا القرار لم يصوت عليه المكون الكردي السني ولكن ما دام الاغلبيه صوتوا عليه اذا هو قرار تشريعي على الحكومه ان تتخذ هذا القرار البرلمان الشعبي يقول اطلعوا خلاص هو هذا المسار الصحيح فقط ما في غير مسار غير هذا يعني هذا القرار بال 2020 بالقبه التشريعيه جنابكم ما التزمتوا به انتم ما صوتوا عليه لا انتم ولا السنه هسه انا ما اريد اتحدث بهذا المسميات ولكن القرار نافذ اكثر من 50% صوت عليه اذا القرار نافذ حتى اذا ما صوتنا عليه القرار مشرع انت تقبل نطلع اصدقائك تطلعهم تقبل يا استاذ العراق من طلعوهم ب 2009 احنا ما نقدر خلي رئيس الاقليم باكر السيد مسعود البرزاني يعلن بيان اخلاء القاعده في قاعده في الحريري اترك قاعده عين الاسد السنة متكفلين بقاعدة عين الأسد يجي يوم يطلعونهم لأنهم مهم جزء من المقاومة العشائر السنية لكن أنتم تقدرون تطون بيان من رئيس الإقليم أنه ما تبقى قوات أمريكية صديقة مثل ما تتحدث جنابك أنت أن تخرج من قاعدة عين الحريري يقدر السيد مسعود البرزاني أول قاعدة الحريري هي قاعدة عراقية وباستطاعة رئيس الحكومة العراقية مو رئيس الإقليم القواعد هي باتفاق حكومي هذا هي الشيء تحت اراضي الاقليم يا حبيبي وانتم اليوم فدراليه اليوم بدنا نتحدث الله يخليك سيادي هذا هاي سياده العراق خلي العراق يطلعهم الاقليم شعليه ولا نتدخل اصلا ما تتدخلون تقدرون تتوقفون عن التصريحات الداعمه والمواقف الداعمه للامريكان انه ما تقولون احنا ما نريد الامريكان تقولون مثلا احنا ما نريد الامريكان لا
دقيقه، ليش ب 2009 منطردوا الامريكان؟ احنا ايش قلنا؟ وعندنا ماضي بعض الموضوع، ليش منطردوا الامريكان وخرجوا اخر جندي امريكي ب 2011 خرج؟ احنا شان موقفنا؟ شان عندنا اي موقف؟ ما كان عندنا اي موقف. هذا الشيء سيادي يا استاذ يا اخي، تصريحاتكم على تصريحاتكم هاي تتخذ على انها مواقف. تعتبر قوات الامريكان صديقه. واقول لك شيء، حتى نص القوات، حتى نص المكون الشيعي، اكو احزاب شيعيه يعتبرون القوات الامريكيه قوات صديقه، مو بس مثلا منو مثلا منو ماكو. لا الله يخليك، لا شنو الله يخليك، قولهم يا اخي. بس 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 المشاركين بس اسمع دقيقه، استاذ وفاء، استاذ وفاء اسمعني، بس اسمعني بس اسمعني. التواجد دقيقه، تواجد 2500 مستشار، هاي مو معناته محتله. شنو 2500 واحد استاذ وفاء محتلين العراق؟ استاذ وفاء هذا مو منطق يا استاذي، الله يخليك. استاذ وفاء احنا صار لنا من بدينا بالحلقه والحوار انا وياك نجلد بالقوى السياسيه الكرديه، هسه من اقول لك منو من القوى السياسيه الشيعيه؟ احكيهم لا تخاف، قول فلان، والله العظيم اذا اعرفهم ما راح احكيهم هسه. لا اكو قوى سياسيه شيعيه حتى يطلع النفاق الان. لا دقيقه، هذه القوه تتبنى قرارات الحكومه العراقيه، اكو مثل دوله القانون تتبنى قرار الحكومه العراقيه، لها قرارات حكيمه. يعني اكو هذا الرجال بيانات، لا بيانات دولة القانون ضد التواجد الامريكي يوميا. احنا مسوين عزاء شهداء. استاذي حبيبي، بس المقاومة هم يطلعون بيانات. اعطيني دقيقة، اعطيني حزب يؤيد اي شيء، بس هاي المقاومة، ماكو ولا حزب يؤيد ضرب هاي الضربات، لان هاي دماء عراقية راح تضحي، راح تصير دماء عراقية مع الاسف الشديد. احنا نريد خروج القوات الامريكيه بتفاهم، مو يقول لك انا تطلع انت بالقوه، ماكو شيء، ما يطلعون بالقوه، الامريكان قتل منهم 5000 واحد وما طلعوا، هسه تقول لي اقتل 2 3 بعين الاسد يطلعون؟ اكيد ما يطلعون. بس لو تسمع الا الخروج يعني ان يكون خروج شرعي وقانوني. وفاء في جزء من كلامه صحيح. عندما راد يصير تصويت قبل شهرين او ثلاثه، الاطار لم يكن متحد وكثير منهم غابوا، ولم يكن هناك يعني نصف زائد واحد. زين، عندهم نصف زائد واحد ويستطيعون ذلك. احنا الحقيقه هذه اكو انقسام فيها. يعني احنا نتحدث عن جزء كبير من الاطار، نعم هو يقول لك هسه مو وقتها. كثير منهم موجود، يعني هذا الحكي مثبت، يعني خو مو جديد. بس ما دام الامريكان موجودين بالعراق، فاربيل مستهدفه، الانبار مستهدفه، في اي مكان مستهدفين. يعني احنا صرنا لو تم التصويت هسه، نفترض الان هناك قانون يجري اعداده من بعض الخضراء مستهدفه. نعم شلون؟ نعم الخضراء اذا اليوم لم يتم اليوم انهاء هاي قضيه الدماء العراقيه وضرب السياده وعدم احترام اليوم كمستشارين، وهذا يغالط الامر لما تقول مستشارين ما تطير طياره، هذا مغالط الحديث. يعني يجي يقول لي واحد والله مستشارين 2500 استاذ وفاء، واني طير عليه طيارات. من يستهدفها؟ من الخضراء؟ منو راح يستهدفها؟ مقاوم. انا استبعد هذا طبعا. السفارات مستحيل، هذا مستحيل، ما ضرب السفارات ابدا. مستحيل السفارات ليست هدف قادم. السفاره والخضراء بس لو تسمح لي. السفارات ليست هدف قادم. نرجع الى موضوع مهم وهو اخراج القوات. البرلمان العراقي لو كان فقط بس المكون الشيعي يجي يصوت ويحصل نصف زائد واحد، راح يصبح الوجود في حرير غير شرعي وعرضه لضربات مستمره ويغادرون، ما بيها. هذا الكلام الصحيح مال الاستاذ. نعم هذا الكلام، هذا صحيح وكلام قانوني ومنطقي، هو هذا الكلام الصحيح. القصد من هذا، القصد من هذا الذي وفاء تدريتها بيضة تحطها بيضة تدريتها شكلها سمرة سمرة الذي يتبنى الذي يتبنى موضوع هذا الموضوع يجب ان يستمر حتى الاطار متفهم ان هناك فسحة من الوقت وهي ليست طويلة، يجب أن تعطى إلى الحكومة لكي تتفق ويرحل هؤلاء. زين. وأعتقد هو ما بين سنة وسنة ونصف سينتهي هذا الموضوع، لأن الجانب العراقي مصر إصرار كبير على خروجهم، والخلاف كان على موضوع التوقيت. العراق يعني طرح موضوع ثلاثة أشهر بسبب الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، يعتبرها الأمريكان غير كافية. وموضوع التصويت هو الديمقراطية لا تعني شيعي وسني وكردي، نصف زائد واحد، أنت عندك نصف زائد واحد خلاص هذا في كل العالم يعني. زين. يعني شنو يعني أنا نصف زائد واحد وأنا أغلبية، ليش ما استخدمها؟ استخدموها يا أخي، فضوا الموضوع. استخدموها بس ما مشيت. ما استخدموها. لا في القرار استخدموها. القرار غير ملزم للحكومة يا عزيزي، القانون ملزم. الآن الأخوة يعدون قانون، كملوه. زين.
سيطرح على البرلمان القانون. لا احوله للمحكمه، انا ما ادري شنو قصه المحكمه، شنو علاقه المحكمه بخروج القوى؟ هذا ملف سياسي. القرار مو ملزم، قرار برلمان. القانون ملزم الى الحكومه تنفذه، ما بها اي مجال. ولهذا يعني اذا ارادت الاطراف مساعده الحكومه وعدم احراج السيد السوداني، يجب ان تمضي في تشريع القانون، وهو يعني من اربع فقرات او خمسه تقريبا. زين. انا شفت المسوده مالته. الاخ ذكر وجود قائد في جرف الصخر، الحقيقه هذا امر يعني يثير الغضب. انا اجيب يمني، اجيب هندي، اجيب باكستاني، ما انتم الدول الغربيه الان موجودين في غرفه عمليات الصهاينه كلكم. ليش تحرمون علي اني اجيب حلفاء او اصدقاء انا اعتقد انهم مفيدين لبلدي؟ انت شنو علاقتك؟ الامريكي شنو علاقتك؟ وجود قائد في جر، واذا قائد موجود، اذا كان قائد او جندي او اي لين كان، انت شنو علاقتك؟ هذه جرف الصخر مدينه عراقيه في قلب العراق تقع، وانا احدد حلفائي، انا احدد من يتواجد فيها ومن لا يتواجد. زين. ليس مبرر انه انا اجيب حليف، انت تجي تضرب حليفي في وسط بلدي. يعني هذا امر اخر يضاف الى سلسله من المغالطات والاعذار والحجج التي تساق من قبل البعض لتبرير فعله وجريمه حصلت على ارض عراقيه. الضربه اللي حصلت، السيد الجزائري يقول يعني اعترض على كلمه حشر. هو احنا نعم جزء من الموقف، ولكن في ذاك اليوم يعني بهذه الحاله ارغم العراق ان يكون جزء من المشهد اللبناني الايراني العراقي، وهذا الخط اللي هم اختاروه. وبالتاكيد هناك نيه من الامريكان لقضيه التصعيد وجعل كل هذه الجهات تشترك في ردع الكيان اللي هو اساس المشكله الكبيره التي تحصل الان. يعني باختصار ذكر السيد الفريق انه الامريكان بعد سنه او سنتين بعد التفاوض مع لا مو سنه وسنتين، قلت سنه الى سنه ونص، سنه الى سنه ونص وسنتين. انا يعني التجئ وموجوده عندي احولها الى التصريحات الامريكيه لا خروج. هذا ما يتحدث، ما يتحدثون عنه تحدث عن المفاوضات. بس اسمح لي، حتى المفاوضات وحتى فيما يخص القواعد ابدا، هنالك انتشار قبل 48 ساعه، خلي يسمعني استاذ وفاء، في محافظه كركوك. تمام صحيح، تمام، انتشار امريكي، انتشار امريكي، ولن تداول الحكومه العراقيه اعلاميا هذا الموضوع. لا لا بس وقف لي، لا 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 انا هسه ما ادري به. لا حبيبي، انا على تواصل، انا شغلي تنظيمي، تواجدوا في مطار كي ون. استاذ وفاء خلي اكمل، هذا وقتي اذا بس اوضح معلومه مهمه، معلومه مهمه قاعد يوضحها وياك. هذه معلومه، احنا عندنا ورانا جمهور يتابعنا. جيش امريكي نازل بالشوارع. نعم نعم، الجيش الأمريكي خرج من القواعد قبل 48 ساعة وتواجد في الأراضي في كركوك، وأنت تجي تتحدث لي، يجي لي واحد يقول لي اليوم الأمريكان يخرجون، الأمريكان ما يخرجون، وأنا في كل أنا طبعا مطلوب للأمريكان العلم بالقائمة، يعني للتوضيح، يعني رقمي 23. زين، أنا أتحدث لك اليوم، أقول لك اليوم الأمريكان ما يخرجون، تصريحاتهم وهذا الكونغرس الامريكي متفق عليه اليوم، يروح بايدن، يجي ترامب، يجي غيره، يجي فلان، يجي علان، ما به هذا الموضوع. شنو دعوه انتشار؟ هذه كلها اوراق. ليش منتشرين؟ ايش عندهم منتشرين؟ هذه تقدر تسال بها الحكومه. بدهوك شو عندهم؟ ما تسالني الي انا، مو مسؤول عن. خلينا ناخذ بعد التفاصيل. تفضل. ايش قد حجم القوات اللي انتشرت بدهوك؟ يعني انتشرت وين؟ في اماكن، في مكانات في كركوك طبعا، اتصلوا بي اهل كركوك. نعم، داخل المدن. قلت لهم ممكن تصويرهم، قالوا ما نقدر، وطائرات موجوده تفتر تتجول في كركوك كانت. ولم تعطي بيانا واحدا الحكومه اللي هي تعتبر الامريكان اصدقاء، مثل ما انت جنابك تتحدث وانا اتحدث دقيق حديثي. هذا الجانب، عدم خروج الامريكان، والامريكان باقين وما يتحدثون به الساسه. نعم، هنالك اختلاف اليوم بين الإطار وإدارة الدولة وحكومة السوداني. جزء من هذه اليوم الشريحة السياسية لا تقبل خروج الأمريكان، هنالك مصالح اليوم تعرفها كل زين أنا وأنت سياسيا، ما بين اليوم الإقليم، ما بين السنة، ما بين جزء من الشيعة هم خلنا نتحدث، ما بين الأقليات أيضا مشتركين بهذا الموضوع، هذا نعرفه كل زين. أما أنا أتحدث اليوم في قضية أنه يكون صديقي وصديقي يضربني، هذا غير ممكن، ما ممكن بالنسبة لمنهج المقاومة. نتحدث لمون الحشد، يعني الحشد هو جزء من الدولة وجزء مرتبط بالقائد العام. أمريكا تريد تفتيت الحشد وهذا لا يمكن.
ارتباط الحشد اليوم ما بين بقرار من المرجعية العليا، والمرجعية لها احترام الشعب العراقي كافة بكل طوائفه، فما ممكن الأمريكان يلعبون على وتر قضية الحشد، ولا يمكن، والمراوغة بين حكومة السوداني والأمريكان انكشفت فيها الأوراق، وبالتالي ما نحتاج احنا اليوم إلى قرار تشريعي. اليوم أنا اليوم أنت تضربني، أنا عندي الرد، أنا الرد اليوم عندي من المقاومة، وباكر يكون الرد من الشعب ليس من الحشد. أنا أقول لك باكر الحكومة إذا بقت على هذا المنهاج إحنا راح نرجع للمظاهرات، وراح نرجع اليوم بعدم أنه الحكومة أن تسيطر على قضية التواجد الأمريكي في المنطقة بالتالي. وهنالك مشاريع أمريكية أنا ما أريد أتحدث لك بها اقتصاديا وسياسيا، هنالك مشروع طبعا أنا طرحته حقيقة، هنالك مناورة لبناء قواعد جديدة. هاي القواعد هم راح تقول لي عراقية؟ نعم نعم نعم، الأمريكان عندهم مشروع إذا شنت حرب يبنون قواعد في الجنوب ويبنون قاعدة في كركوك، هذا موجود المشروع الأمريكي وتحدثوا به. لا أنت روح على مجلات أمريكية تابعها، أنت إذا رجل سياسي وبالديمقراطية العلم ما تتابع أمريكا شو تقول؟ أنا أتابع حتى إسرائيل شو تقول؟ تمام. أنا بالتالي سيد عبد الرحمن أتابع كل الفقرات في أوروبا. شو معلوماتك عن هذا التحرك في دوغ؟ يا التحرك الأمريكي؟ إيه؟ لا يوجد أي تحرك أمريكي في دوغ، إنما أكو تحرك أمريكي في مطار كي 1 في كركوك تقريبا 100 عنصر كركوك. نعم هذا صحيح في كركوك، ولكن في دوغ لا يوجد هذا التحرك. ها في بكركوك شنو تفاصيل هذا الموضوع؟ التفاصيل إنه 100 عنصر من قبل 72 ساعة تحركوا إلى مطار كي 1 الموجودة في كركوك. وأنا أعتقد هذا التحرك هو تحرك وقتي، مو لأن العناصر هي قليلة، وتحرك استخبارات وتحرك أمني، لأن بحذر ومنعوا يعني بحيطة وحذر سواها. ولكن شنو هذا هدف التحرك؟ والله هذا وارد أدرس عليه ما لقيت أي جواب. نعم أكو تحرك أمريكي، ولكن أنا أعتقد تحرك مؤقت في كركوك. يعني سيارات أمريكية وجنود أمريكان؟ نعم لا 100 عنصر يعني قليلين، ولهذا أقول لك هو تحرك أمني استخباراتي وليس عسكري. مستشارين جاي يستشيرون مهاجرات مستشارين لفلفه. إيه صحيح. حطها مثل ما الجماعة يلفلفونها، مستشارين وجاي يسوون استشارات. مستشارين. لا مو أنت مو أنت. يابا والله مو أنت. يا 2500 واحد. كم واحد مدربين؟ يابا والله مو أنت. والله مو أنت قايل مستشارين. جماعة منا هنا. كم واحد؟ يا معود رئيس وزراء طلع. نحتاج المستشارين. نحتاج المدربين. لازم أقول لك قاعدة البلد الجوية ما فيها مدربين أمريكيين. أقول لك كم مدرب أمريكي دقيقة، كم مستشار ومدرب أمريكي موجود في قاعدة البلد تمام الجوية؟ تمام أستاذ وفاء، أستاذ وفاء رئيس وزراء هنا عندنا قال بأيام داعش قال يدخلون للعراق يختمون ويطبون ويفوتون ويطلعون هيك يعني ختم وشغلات وهذا وعبالك وجوازات. ممكن اسال استاذ وفاء سؤال واحد؟ خلصت انا البرنامج بس خلص. سؤال واحد. باقل اسال استاذ وفاء حبيبي يا حبيبي. أخي العزيز في الوطن عندك علم ايش قد السفارة الأمريكية في الخضراء بها الدبلوماسيين كما يتحدثون الأمريكان؟ هسه هذول مو مستشارين، هذول دبلوماسيين. ايش قد عددهم عندك تعرف؟ تقريبا المعلومة اللي وصلتنا نعم. من 150 إلى 250. لا جيب. لا هلقد معلومة 150. أنا راح أعطيك رقم بعيد عن الرقم اللي عندي وها قلصتك إياه. لا هو الرقم الحقيقي 1800 مستشار. 1800 مو مستشارين، جنرالات أمريكية. هذا كان قبل. نعم لا هذا كان قبل. 1800 جنرال موجودين بالسفارة، موجودين في السفارة الأمريكية اللي 20 باب بيها في نص بغداد. شو يسوون الجنرالات؟ 1800 جنرال؟ صدقني لا بس وقف تسأل الأصدقاء مو تسألني. بس أنا رجال معارض. أنا معارض. سيد عبد الرحمن. نعم. يعني 1800 جنرال هسه هو جنرال يقود لجيش. المن جايبين 1800؟ يعني أبو مسمى دبلوماسيين ويتحكمون بالسياسة. لا جنرال. غير يجيب لجيش وياخذ قول واحد مثلا جنرال. هو الجنرال يقود 1800. إذا كانوا 600 وإذا كانوا 1000 وإذا كانوا هاي الأعداد المن. المن يعني شنو هاي الاعداد الهائله في نص حكومتك انت؟ لا 1800 عسكر بالسفاره؟ لا مو عسكر بس هو مسمى دبلوماسي. شكرا لك سيد عبد الرحمن الجزائري. اول مره اعرف دوله القانون بالمعارضه. شكرا لك سيد عبد الرحمن الجزائري. شكرا سيد وفاء محمد. شكرا للفريق عبد الكريم خلف بالتالي ما لها علاقه. في امان الله.